السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في قناتكم حديقة منزلية، الجديد والمفيد في عالم الزراعة والنباتات المنزلية. اليوم بدنا نتحدث عن زهرة جميلة جدا ومشهورة تعيش في الماء، إنها زهرة اللوتس. طبعا اللوتس نبات مائي معمر يعيش في المستنقعات المائية والبرك الراكضة والبحيرات، ونبات محب للرطوبة العالية والمناخات المعتدلة، ويفضل نبات اللوتس المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل كامل، وممكن أن يعيش أيضا في الأماكن التي تتعرض لضوء الشمس بشكل جزئي، وأيضا قد يتحمل هذا النبات المناطق شديدة الحرارة وأشعة الشمس الحارقة، ويحتاج على الأقل من 5 إلى 6 ساعات يوميا من أشعة الشمس. تتفتح أزهار اللوتس غالبا عند وصول درجة الحرارة إلى أقصى ارتفاع لها، لذلك في البرك والمستنقعات سنشاهد زهرة اللوتس في فصل الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة. زهرة اللوتس هي الزهرة الوطنية لدولة الهند وفيتنام، وهي من أشهر وأجمل الأزهار التي لها مكانة أيضا عند المصريين، باعتبارها من الرموز المهمة في التاريخ المصري منذ قدماء المصريين ومنذ الفراعنة. تأتي زهرة اللوتس بألوان مختلفة، لكن أشهرها اللون الوردي والأبيض، وقد نشاهدها أيضا باللون الأزرق. تزرع جذور نبات اللوتس في تربة النهر أو البركة، وتطفو الأوراق على السطح، وكذلك الأزهار تخرج من عناقيد طويلة وتطفو على سطح الماء، وتتفتح أزهار اللوتس في النهار وتغلق على نفسها في الليل، وتستيقظ من جديد فوق الماء في كل صباح، وتدوم البتلات والأزهار لبضعة أيام، قد تصل لأسبوع حسب الجو، ومن ثم تتساقط وتخرج واحدة تلو الأخرى، وهكذا. جذور نبات اللوتس عبارة عن درنات، يمكن الإكثار عن طريق تقسيم هذه الدرنات وأخذها بالعيون التي ستنمو منها الأوراق من جديد، ووضعها في تربة رطبة أو في الوحل، ووضع أحواض مائية أعلى منها حتى تخرج الأوراق والأزهار، فهي من النباتات المائية التي تعيش في الماء وفي التربة الرطبة الشديدة الوحولة. تستخدم زهرة اللوتس في صناعة الشامبوهات ومستحضرات التجميل، ولها فوائد عديدة للشعر وفروة الرأس، يمكنكم البحث عنها عن طريق الإنترنت وجوجل. يوجد من زهرة اللوتس أنواع مقزمة يمكن زراعتها في أحواض داخل المنازل والحدائق المنزلية، لكن هذه البرك قد تجلب الحشرات وخاصة البعوض، فيجب علينا التنظيف باستمرار والمحافظة على صفاوة الماء وألا يكون عرضة لهذه الحشرات. تحتاج زهرة اللوتس تقريبا شهر من وقت الزراعة لتتفتح، وتستغرق 2 شهر لتكوين الزهور، وتتكاثر كما ذكرنا عن طريق سحب الجذور أو الدرنات الموجودة تحت الأرض، يتم ذلك في فصل الخريف وفصلها لكتل صغيرة، ويمكننا تخزين هذه الدرنات المقطوعة خلال فصل الشتاء وزراعتها مرة أخرى في فصل الربيع لكي تزهر في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. في الختام نترككم الآن مع هذه المشاهد لزهور اللوتس الجميلة.